أهلا، نرحب بكم من هنا من مطار القاهرة الدولي، ونحن على بعد دقائق من بدء الزيارة التاريخية التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة، زيارة هي الأولى من نوعها منذ 12 عاما يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر للقاء نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي. فثلاث سنوات من الجهود الدبلوماسية الحثيثة كانت كفيلة لأن تعود العلاقات بين القاهرة وأنقرة إلى عهدها بعد اضطرابات وتوترات شهدتها العلاقات لسنوات خلت. الآن تعود هذه العلاقات بصفة رسمية ودبلوماسية من الدرجة الأولى بلقاء الرئيسين المصري السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان. ففي نوفمبر من عام 2022 وعلى هامش افتتاح فعاليات كأس العالم لكرة القدم في دولة قطر، جرت مصافحة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، وتم الاتفاق حينها على تعيين سفراء متبادلين بين البلدين، فيما يعطي إشارة واضحة على تحسين العلاقات بين البلدين. بعدها في فبراير من عام 2023 قام وزير الخارجية المصري سامح شكري بزيارة إلى تركيا، زيارة تضامنية بعد أحداث زلزال تركيا في فبراير من العام الماضي. رد عليها وزير الخارجية التركي آنذاك مولود جاويش أغلو بزيارة إلى القاهرة في رسالة للعالم توضح أن العلاقات المصرية التركية باتت وستعود كما كانت قوية ومتينة ودبلوماسية واستراتيجية. بعدها كان هناك لقاء ما بين الرئيسين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خارج البلاد على هامش قمة مجموعة العشرين في الهند في سبتمبر من عام 2023. قبلها بشهرين تم تعيين السفير المصري في أنقرة وأيضا السفير التركي هنا في القاهرة، وصولا إلى ما نحن عليه اليوم من زيارة تاريخية يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة لتحمل أوجها عدة من الرسائل الإيجابية في وقت بالغ الدقة وبالغ الخطورة وبالغ الحساسية لما تشهده المنطقة من توترات وتحديات، ولعل على رأسها الأزمة في قطاع غزة وفلسطين بوجه عام والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية. وطبقا لما أعلنته الرئاسة التركية قبل يومين في جدول زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة، فإن عددا من الملفات سيتم مناقشتها بين الرئيسين وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأحداث في غزة، وأيضا ملف الأمن الإقليمي وهو ملف ذات أهمية بالغة نظرا للبعد الاستراتيجي والثقل السياسي للدولتين المصرية والتركية. وأيضا من ضمن الملفات التي سيتم مناقشتها اليوم ملف الأمن وهو التعاون العسكري والتبادل العسكري ما بين البلدين في مجال الصناعة العسكرية، وتحديدا من الجانب التركي فيما يتعلق بالطائرات بدون طيار، وفيما يتعلق بالجانب المصري على سبيل المثال للحصر صناعة الدبابات. الملف الآخر والذي يحظى بأهمية بالغة ولم يتوقف على مدار السنوات الماضية رغم التوترات التي شهدتها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهو الملف الاقتصادي والتبادل التجاري. لم يتوقف يوما التبادل التجاري ما بين مصر وتركيا، ووصل حجم التبادل التجاري على سبيل المثال في عام 2022 إلى 7 مليارات و700 مليون دولار مقارنة ب 6 مليارات و700 مليون دولار عام 2021 بزيادة قدرها 14%. يأتي على في آخر وهذه الملفات وأيضا من أهمها القضايا الإقليمية ذات الاهتمام
المشترك وعلى رأسها القضية الأزمة الليبية وما يدور في السودان وكل الأحداث التي تمر بها المنطقة. نحن الآن في انتظار استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لضيفه الكريم الذي يحل ضيفاً عزيزاً على مصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. تحسين العلاقات بين مصر وتركيا له أوجه إيجابية عدة من شأنه استقرار الأمن الإقليمي في المنطقة وحل عدد من الملفات والقضايا الشائكة التي لا يمكن الاستغناء فيها عن الدور المصري وأيضاً الدور التركي نظراً لما تتمتع به البلدان الكبيران من ثقل سياسي وبعد استراتيجي. الآن وصلت طائرة وهبطت الطائرة الرئاسية التركية والتي تحمل على بطنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى هنا إلى مطار القاهرة الدولي وتحديداً أمام صالة كبار الزوار، ونحن في انتظار هبوط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسيكون في استقباله فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. ما زلنا في انتظار هبوط السيد الرئيس رجب طيب أردوغان الرئيس التركي إلى هنا إلى مطار القاهرة الدولي، حيث سيكون في استقباله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 12 عاماً، زيارة تاريخية. هنا في مطار القاهرة الدولي تتجه أنظار العالم إلى هذه الزيارة وما تحمله من أهمية بالغة على المستويين الإقليمي والدولي نظراً لثقل والبعد الاستراتيجي للدولتين الشقيقتين.
تفصلنا عن هذا اللقاء التاريخي المهم بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وضيفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يحل ضيفا عزيزا على مصر في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها منذ 12 عاما، زيارة تعيد العلاقات المصرية التركية إلى سابق عهدها. فالعلاقات المصرية التركية علاقات تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، علاقات دبلوماسية واقتصادية وتجارية وشعبية وثقافية، وعلاقات تحمل العديد من الرسائل الإيجابية فيما يتعلق بثقل الدولتين ودورهما البارز والفعال في حل العديد من القضايا الإقليمية وحل التوترات التي تشهدها المنطقة. Thank you.
مشاهدينا الكرام في كل مكان، وكما تابعنا مع حضراتكم وصول الرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان وقرينته، وكان في استقبالهما فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقرينته السيدة انتصار السيسي في استقبال رسمي يعلن عن عودة العلاقات الدبلوماسية المصرية التركية إلى أعلى مستوياتها في توقيت بالغ الخطورة لما تمر به المنطقة من تحديات، ولعل على رأسها ما يدور داخل قطاع غزة من عدوان إسرائيلي، وما يدور أيضا في عدد من دول المنطقة من توترات تستدعي وقوف الجانب المصري إلى جانب الدولة التركية لحل وحلحلة هذه الأزمات. الآن جميع وكالات الأنباء في العالم تنقل عنا خبر زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة. أردوغان في زيارة رسمية إلى القاهرة لبحث العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك ما بين القاهرة وأنقرة، علاقات اقتصادية وتجارية لم تتوقف يوما ما رغم التوترات التي شهدتها العلاقات الدبلوماسية على مدار سنوات مضت، إلا أن التبادل التجاري بين أنقرة والقاهرة تواصل واستمر وازداد في عام 2022، فمصر تعتبر الشريك الأول إفريقيا لتركيا من الناحية الاقتصادية. واليوم سيتم بناء على جدول الزيارة عدد من الخطوات، ولعل على رأسها اللقاء الثنائي المشترك ما بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. من هنا من القاهرة تجري مباحثات اليوم بين دولتين كبريين، مصر وتركيا، لهما ثقل سياسي وتاريخ عريق على كافة المستويات. عندما تجتمعان يكون للمنطقة شأن آخر، ولعدد من الأزمات التي تمر بها المنطقة شأن آخر، فالجميع يتوقع أن تكون هناك انفراجة لعدد من الأزمات التي تمر بها المنطقة عقب توثيق وتوطيد ورفع المستوى التمثيل الدبلوماسي ما بين مصر وتركيا، ما بين القاهرة وأنقرة. واليوم وفي هذه اللحظات وصل التمثيل إلى أعلى درجاته بلقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والسيدة قرينته إلى استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقرينته هنا في مطار القاهرة الدولي. فكما أشرنا مشاهدينا أن العلاقات المصرية التركية عادت إلى سابق عهدها بعد 3 سنوات من الجهود الدبلوماسية الحثيثة، بدأت بمصافحة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش افتتاح فعاليات كأس العالم لكرة القدم والتي أقيمت في قطر في نوفمبر عام 2022. تلاها زيارة وزير الخارجية المصري السفير سامح شكري إلى العاصمة التركية أنقرة لدعم وإعلان التضامن المصري على كافة المستويات قيادة وشعبا وحكومة للشعب التركي والحكومة التركية والقيادة التركية على مصابها في حادث زلزال تركيا الذي وقع في فبراير من عام 2023. تلتها بعد ذلك زيارة لوزير الخارجية التركي آنذاك مولود جويش أغلو إلى القاهرة لتبعث برسالة إلى الجميع أن العلاقات المصرية في طريقها العلاقات المصرية التركية في طريقها إلى العودة بقوة مرة أخرى، وها هي تترجم اليوم بأعلى مستوى تمثيل رئاسي ما بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. تأتي هذه الزيارة مشاهدينا الكرام في كل مكان في إطار جهود عودة العلاقات ما بين
القاهرة وأنقرة ومناقشة قضايا إقليمية مهمة بما في ذلك الوضع في غزة وجهود تحقيق السلام في المنطقة. يأتي تسريع وتيرة التطبيع ما بين تركيا ومصر في وقت بالغ الخطورة والحساسية لما تشهده المنطقة من تحديات وتوترات تشمل عدد من الدول، ليبيا والسودان واليمن وفلسطين. الكرام، أن اللقاء بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان سيكون له جوانب إيجابية كثيرة وانعكاس على كل المشاكل الإقليمية التي أصبح العالم والمنطقة تعيش فيها، خاصة أن الدولتين كما أشرنا لهما تأثير وتشابك وتقاطع مع ملفات كثيرة. التقارب بين البلدين بين مصر وتركيا سيساهم في وضع أسس لنظام إقليمي قادر على مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، فالتطوير في العلاقات ما بين القاهرة وأنقرة سيكون له انعكاسات واسعة على أمن المنطقة بأسرها، وذلك بالنظر إلى البعد الاستراتيجي للدولتين وثقلهما في الإقليم في وقت تتصاعد فيه المخاوف من اتساع دائرة التهديدات بالنظر لاستمرار القتال في جبهات عدة، سواء ما يحدث في غزة أو ما يدور في السودان. ولعل من المتوقع مشاهدينا أن تشهد هذه الزيارة الحديث حول تطبيق آلية التبادل التجاري بالعملة المحلية على ما يتراوح ما بين 20 و25% من حجم التجارة بين مصر وتركيا على أن ترتفع تدريجيا على مر السنوات. فجدير بالذكر أن هناك مذكرة تفاهم وقعت بين الطرفين بشأن التعاون والتصنيع المشترك بين البلدين منذ عام 2013. هذه الزيارة التاريخية التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر هي مؤشر واضح وجلي وصريح على تحسن العلاقات التي شهدت توترات لسنوات مضت، وتأتي في وقت حساس للغاية حيث تشهد المنطقة تغيرات كبيرة من جهة والحرب على غزة والضفة الغربية من جهة أخرى. الكرام، بتقارب القاهرة وأنقرة فإن التعاون بين البلدين سيسهم في حل كثير من الأزمات وعلى رأسها الأزمة الليبية ونزع فتيل التوتر في منطقة المتوسط، بجانب أيضا تطوير التعاون في ملفات يوجد فيها تقارب في وجهات النظر ما بين مصر وتركيا، منها على سبيل المثال أزمة السودان وأزمة الصومال الذي يؤكد البلدان دائما على وحدته وسيادته. وأيضا الموقف المصري التركي المشترك والداعم لنصرة الشعب الفلسطيني والرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية هو موقف ثابت ثبوت قوة هاتين البلدين.
المكانة الإقليمية للدولتين الشقيقتين وإمكانية توظيف هذه المكانة من خلال التشاور وإدارة الخلافات والتوافقات واستغلال نفوذ كل دولة سياسياً واقتصادياً سيصب بالدرجة الأولى في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي وتبريد الساحات المشتعلة بما ينعكس إيجابياً على العالم العربي والمنطقة. فالقضية الفلسطينية ستكون إحدى ثمار ذلك التقارب الذي سيسهم في توحيد الرؤية تجاه القضية ومحاولة إيجاد حل لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومن ثم الدفع بمسار حل الدولتين. أما القضية الليبية فيمكن أن يسهم تقريب وجهات النظر والمواقف المصرية التركية في دفع العملية السياسية الليبية قدما وتسهيل عملية الانتقال السياسي عبر إنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية المقبلة وأيضا الاستفادة المشتركة للشركات المصرية والتركية من عملية إعادة الإعمار في دولة ليبيا. أما إذا تحدثنا مشاهدينا في إطار هذه الزيارة التاريخية الهامة التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة في زيارة هي الأولى من نوعها، ففي ملفي الطاقة وشرق المتوسط تسعى تركيا من خلال علاقاتها بمصر إلى دخول دول حوض شرق المتوسط في مفاوضات جماعية، وهي خطوة حاسمة نحو تسوية الخلافات القائمة بين الطرفين، كما أيضا تطمح أنقرة بالحصول على دعم مصري لانضمامها إلى منتدى غاز شرق المتوسط. أنظار العالم تتجه الآن مشاهدينا الكرام إلى هنا إلى القاهرة، حيث هذا اللقاء التاريخي الهام بين الرئيسين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. فمن مكاسب التقارب المصري التركي بحسب ما يتداوله الخبراء والسياسيون أنه سيعمل على تصفية المنطقة الرخوة أمنيا والتي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية التي اتخذت من شمال سوريا مرتعا لها. وأيضا فيما يخص علاقات التعاون الثنائي تسعى مصر وتركيا إلى إعادة تفعيل اتفاقية روما الملاحية والمجمدة منذ عام 2015 بهدف الاستفادة من الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية من مينائي مرسين واسكندرونة التركيين إلى موانئ دمياط وبورسعيد على البحر المتوسط قبل نقلها لاحقا إلى ميناء العرب على البحر الأحمر، ثم نقلها على متن السفن التركية إلى دول الخليج. أيضا لا يفوتنا مشاهدينا الكرام في سياق الحديث عن هذه الزيارة التاريخية الهامة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر وأبعادها ودلالاتها الاقتصادية والتجارية، فإن قطاع الطاقة يشكل مجالا حيويا للتعاون الاقتصادي ما بين مصر وتركيا، حيث أصبحت مصر موردا رئيسيا للغاز الطبيعي المسال لتركيا بحلول عام 2021. عام 2022 تصدرت تركيا قائمة أعلى الدول استيرادا للغاز الطبيعي المسال من مصر بقيمة إجمالية تقدر بحوالي مليار ومائة مليون دولار. أما إذا تحدثنا مشاهدينا عن القطاع العسكري والدفاعي فهو يشكل مجالا محتملا للتعاون، ولا سيما فيما يتعلق بالطائرات بدون طيار، حيث تهدف تركيا إلى فتح خط ائتمان تركي بقيمة 200 مليون دولار لتمويل مشاريع إنتاج عسكري مشترك هنا في القاهرة.
إذن هو تعاون على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها قدما إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، فضلا عن إسهامه في تخفيض حدة التوتر في المنطقة وحلحلة أزماتها بالنظر إلى مكانة الدولتين الجيوسياسية والمكانية مصر وتركيا.
مشاهدي الكرام، أهلا بحضراتكم ومرحبا. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. من قصر الرئاسة، قصر الاتحادية بمصر الجديدة، أحييكم، حيث بعد قليل يستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هنا في قصر الاتحادية. في هذه الزيارة التي وصفت من قبل عديد من وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية، كذلك من عدد من الساسة، بأنها زيارة تاريخية إلى مصر. هذه هي الزيارة الأولى للرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ أن تولى رئاسة تركيا، حيث كانت زيارته السابقة حين كان رئيسا للوزراء لها. واليوم تستقبل القاهرة الرئيس التركي في ظل تقارب خلال الأشهر الماضية، وذلك تحديدا منذ عام 2021، ومرورا بعدد من محطات التقارب بين البلدين في المجالات المختلفة، وعلى رأسها المجال السياسي بالطبع، وكذلك المجال الدفاعي. سوف تعقد جلسة ثنائية بين الرئيسين، وبعدها جلسة محادثات موسعة تتناول عددا من الملفات المهمة، بطبيعة الحال الملفات السياسية وملفات أزمات المنطقة، وتحديدا الأزمة في غزة والأوضاع الإنسانية والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والعدوان الإسرائيلي على القطاع، كذلك مسألة الهدنة التي تقودها مصر وقطر خلال الأيام الماضية، وكذلك مسألة إنفاذ المساعدات إلى داخل قطاع غزة، ملفات للغاية مهمة. كذلك عدد من الملفات الإقليمية، منها الملفات الإفريقية على رأسها السودان، وكذلك ملف الصومال والملف الإثيوبي والتطورات في المنطقة. لكن غير بعيد، فهناك علاقات اقتصادية قوية بين مصر وبين تركيا خلال السنوات الماضية. هناك اتفاقية للتجارة الحرة موقعة بين البلدين تهدف لزيادة الصادرات بينهما، لأنه الحقيقة أنه الصادرات تزداد عاما بعد عام. في عام 2022 كان حجم الصادرات بين البلدين يبلغ 6.7 مليار، وازداد بمقدار مليار دولار في العام التالي 2023 ليكون 7.7 مليار دولار. الصادرات المصرية خلال عام 2023 إلى تركيا قاربت، شرفت على المليارات الثلاثة، 2,942 مليون دولار، إضافة إلى الكثير أيضا من ملفات التعاون الأخرى، ملفات التعاون المشترك، صناعة الغزل والنسيج. التركية تحتل استثمارات مهمة في مصر. الحقيقة أنه العلاقات الاقتصادية بين البلدين تنامت كثيرا في السنوات الماضية، لكن زيارة اليوم تعد زيارة للغاية مهمة، لأنها تضع كثيرا من النقاط على الحروف، لأنه حجم التبادل التجاري حاليا يبلغ أكثر من 10 مليارات دولار بين البلدين، وهناك سعي للدولتين من خلال المجلس المشترك، المجلس الأعمال المشترك، أن يتضاعف هذا الرقم ليصل إلى 20 مليار دولار خلال السنوات المقبلة. هذا عن الشق الاقتصادي. كذلك يعني تركيا تتفاوض حاليا مع مصر، وهناك اتفاق بأنه تنتقل تركيا إلى المنطقة التجارية في قناة السويس، المنطقة الاقتصادية، ليكون لها منطقة صناعية وعدد من الصناعات الكثيرة هنا. وهذه استثمارات الحقيقة سوف تضخ في الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة. هذه زيارة أعتقد أنها للغاية مهمة في هذا المجال. لكن هناك كذلك عدد من الملفات الأخرى المهمة، التقارب السياسي، الملفات الإقليمية، التفاهمات في ليبيا، وكذلك التفاهمات في البحر المتوسط والتنقيب عن الغاز. يذكر أنه الحقيقة تركيا أيضا تستورد من مصر غاز مسال يقدر بنحو 1.1 مليار جنيه، لأنه تركيا بتستورد نحو
90% تقريبا من احتياجاتها من الطاقة من دول مختلفة، ومصر دولة مهمة ورقم مهم في المعادلة الدولية ومعادلة الطاقة في المنطقة. مصر قوة إقليمية وقوة دولية مهمة على المستويات المختلفة، إذا كنا نتحدث عن المستوى السياسي كذلك عن المستوى الاقتصادي كذلك. هناك اتفاقيات في مجال الدفاع بعضها تم توقيعه بالفعل، والحديث عن مزيد من الاتفاقيات في مجالات التصنيع العسكري المشترك أو الصادرات من الدولتين إلى بعضهما البعض. ميزان المدفوعات سوف يتزايد بقوة خلال الفترة المقبلة في الدولتين لصالح الدولتين. في النهاية نتحدث عن جانب وتنسيق أمني مهم للغاية. هناك توافق في عدد من الملفات كما ذكرت لحضراتكم. كان هناك تقارب خلال السنوات الماضية، ربما بدأ بمصافحة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في افتتاح مونديال العالم لكرة القدم الذي انعقد في قطر، وبعدها كذلك حدث لقاءان بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في محفلين مهمين، أحدهما اجتماعات مجموعة قمة العشرين والآخر في القمة العربية الإسلامية التي انعقدت في الرياض. هناك كذلك مصر أسهمت بالكثير من المساعدات والدعم في زلزال تركيا في فبراير 2022، بعدها بنحو الشهر وزير الخارجية التركي يعني بعد أن ذهب الوزير سامح شكري إلى تركيا في هذا التوقيت، الشهر التالي له وزير الخارجية التركي حضر هنا إلى القاهرة في بادرة مهمة لتحسن العلاقات المصرية التركية وتنامي هذه العلاقات التي تتوج اليوم بلقاء على مستوى الرئاسة، لقاء رفيع المستوى للغاية، وزيارة دولة للرئيس التركي هنا إلى القاهرة. تقارب بين القاهرة وبين أنقرة سوف تتضح ملامح ذلك في الأسابيع والأشهر بل وربما السنوات المقبلة، نظرا لأن هناك عددا من التفاهمات وعددا من الاتفاقات هي اتفاقات استراتيجية، وهنا أقصد اتفاقات الدفاع التي تمتد لسنوات طويلة، كذلك الاتفاقات الاقتصادية. لكن في مجال التفاهمات السياسية فعلى الأقل هناك ملفات يتفق فيها الطرفان بشكل كامل، مثل الملف الفلسطيني والاتفاق على منع تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ووقف العدوان الإسرائيلي الذي يجب أن يكون فوريا، وكذلك المسألة الإنسانية ووقف المذابح الوحشية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة. هنا تتوافق الرؤى، كذلك هناك توافقات في مجالات عدة وهي مهمة للغاية كالملفات الإفريقية، الأوضاع في السودان، الأزمة في الصومال، وكذلك التهديدات الإثيوبية التي كانت مؤخراً في منطقة القرن الإفريقي وما يسمى بأرض الصومال الجديدة. هناك اتفاق في بعض الملفات، هناك تنسيقات أمنية على مستويات مختلفة ومستويات مهمة، كذلك تنسيقات سياسية بتدور اليوم في أهم مراحلها على مستوى القيادة السياسية لكلا البلدين. مصر دولة إقليمية ولاعب فاعل على المستوى الإقليمي والدولي، رقم مهم في المعادلة دولية، كذلك تركيا دولة ذات ثقل إقليمي كبير. بعد لحظات يستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أوشك على الوصول إلى هنا، ومدافع الشرف you
تركيا. Thank you.
إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا مع حضراتكم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته انتصار السيسي لنظيره التركي رجب طيب أردوغان وقرينته أمينة أردوغان لدى وصولهما مطار القاهرة الدولي في مستهل زيارة رسمية إلى مصر. ثم تابعنا مراسم استقبال الرئيس التركي رسميا بقصر الاتحادية، حيث استعرض الرئيسان حرس الشرف وعزف السلام الوطني للبلدين. هذا ومن المقرر أن يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات موسعة مع الرئيس التركي أردوغان، وذلك لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتباحث بشأن العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع. مشاهدينا الكرام، تجمع مصر وتركيا منذ عقود علاقات متميزة وروابط تاريخية، وخلال السنوات الأخيرة شهدت العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا محطات، وذلك لإعادة بناء الثقة وتحركات مكثفة استهدفت وضع الأسس والمحددات لإعادة الدفء للعلاقات المصرية التركية ووضعها بمسارها الطبيعي لتأسيس علاقات تعكس بين طياتها عزم القيادة السياسية في القاهرة وأنقرة على العمل نحو تعزيز العلاقات لمصلحة الشعبين المصري والتركي. ثلاثة أعوام من الجهود الدبلوماسية الحثيثة كانت كافية لإعادة دفء العلاقات المصرية التركية إلى مسارها الطبيعي لتأسيس علاقات تعكس بين طياتها عزم القيادة السياسية في القاهرة وأنقرة على العمل نحو تعزيز العلاقات لمصلحة الشعبين المصري والتركي. مسار شهد العديد من المحطات المهمة طفت على سطح الأحداث من مارس من عام 2021 بإعلان وزير الخارجية التركية السابق مولود إتجاويش أغلو وجود اتصالات دبلوماسية مع مصر على مستويات وزارة الخارجية، أعقبها خلال الشهر التالي مباشرة موافقة البرلمان التركي بالإجماع على اقتراح بإنشاء مجموعة صداقة برلمانية مع مصر، وهي إعلانات مهدت الطريق لانعقاد أولى جلسات المحادثات الاستكشافية في أوائل مايو من عام 2021 بالقاهرة، حيث تناولت قضايا ذات أهمية ثنائية وإقليمية، وعلى الأخص فيما يتعلق بليبيا وسوريا وشرق المتوسط. وخلال أربعة أشهر عقدت الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية في أنقرة في السابع من سبتمبر من عام 2021، لتسهم تلك الخطوات في اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه حل العديد من القضايا الإشكالية، وتتزامن مع استمرار تصريحات المسؤولين الأتراك المتكررة بشأن وجود ترتيبات وتفاهمات ثنائية عبر مسارات أمنية ودبلوماسية أقل لمعالجة القضايا الخلافية. التقارب الدبلوماسي بين البلدين وصل إلى مرحلة مفصلية في أبريل من عام 2022 عندما قررت أنقرة لأول مرة تعيين سفير لشغل منصب القائم بالأعمال في القاهرة، لتستمر الترتيبات وراء الكواليس بين البعثات الدبلوماسية المخصصة ورجالات السياسة والاستخبارات. وبدا خلال مراحلها التأني المصري لاستكشاف المواقف والنوايا وجدية الطرف التركي لتأتي أحد ثمار تلك التحركات الدبلوماسية والإقليمية لقاء المصافحة الشهيرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في نوفمبر من عام 2022 خلال حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم بقطر، الذي أعقبته جلسة مباحثات استمرت 45 دقيقة ناقش خلالها الآفاق المستقبلية للعلاقات. وعقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا
أعطت دبلوماسية الكوارث والتضامن فرصة لتراجع أولوية القضايا الخلافية لصالح الأبعاد الإنسانية وحفز مستوى من التواصل الدبلوماسي وصل مبلغاً كبيراً، حيث زار وزير الخارجية سامح شكري مدينة مرسين التركية الجنوبية في فبراير من عام 2023 لتقديم التضامن والدعم في أعقاب زلزال التاسع من فبراير المدمر، وأعقبها زيارة عكسية لوزير الخارجية التركي السابق مولود جاويش أغلو إلى القاهرة في مارس من العام ذاته، كشف خلالها استمرار العمل لإعادة تبادل السفراء وسط تعهد بتعزيز التعاون على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية كافة. منحا تصاعدي جديد اتخذته العلاقات المصرية التركية، خاصة بعد الانتخابات الرئاسية التركية، ليأتي قرار رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع مصر من أوائل قرارات السياسة الخارجية التركية التي اتخذها وزير الخارجية التركي الجديد هاكان فيدان، لترشح أنقرة السفير صالح موتلوشا كسفير لها في القاهرة، وتقابل مصر تلك الخطوة بترشيح السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، وتضيف الخطوة خطوة على مسار عودة العلاقات الطبيعية بين البلدين لتتوج في نهاية المطاف بقمة مصرية تركية في القاهرة تبحث تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة وشواغل القيادتين السياسيتين للبلدين الشقيقين، ليأتي التقارب المصري التركي ضمن تحركات أوسع لتقييم العلاقات الإقليمية البينية وإعادة صياغتها بشكل يتيح لدول المنطقة مساحات تنسيق وحركة أكبر على المستوى الإقليمي تضمن تبنيها نهجاً أكثر استقلالاً يراعي مصالحها الأمنية والسياسية والاقتصادية. وينضم إلينا هاتفياً الكاتب الصحفي جمال رائف. يعني سيد جمال، بعد التحية، برأيك ما دلالة توقيت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر؟ زيارة هي الأولى من نوعها منذ 12 عاماً، وزيارة وصفت بالتاريخية وبالتالي لها دور في إعادة الدفء للعلاقات بين مصر وتركيا. تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل السادة المشاهدين. بتأكيد زيارة تاريخية ولحظة أيضا فارقة في مستقبل العلاقات المصرية التركية، وأعتقد أن هذه الزيارة بالفعل هي بتؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات المشتركة ما بين البلدين، وترسم ملامح فترة إعادة الثقة والتعاون أيضا المثمر والبناء، خصوصا أن الآن توفرت الإرادة السياسية لبناء علاقات أكثر جودة وأكثر قدرة على تعزيز التعاون المشترك. وجدنا في الحقيقة منذ عام 2021 تحديدا يعني محاولات لإعادة العلاقات إلى جودتها، وبالتالي نحن اليوم في يوم تتويج هذه الجهود التي استمرت خلال الثلاث سنوات الماضية من خلال الاتصالات عبر الدوائر الدبلوماسية، وأيضا عبر طبعا القيادات السياسية واللقاءات على هامش الفعاليات الدولية، وصولا لهذه الزيارة التاريخية التي تفتح صفحة جديدة في العلاقات المصرية التركية. وفي الحقيقة هذا له مردود إيجابي سواء على صعيد العلاقات الثنائية التي لها أيضا أبعاد تاريخية وثقافية وشعبية، أو حتى على صعيد طبعا الأوضاع الإقليمية والقضايا الإقليمية. ولهذا يراقب المجتمع الدولي عن كثب في الحقيقة هذه القمة، ويراقب يعني المشاورات المصرية التركية على مستوى القادة، لأنها لها أثر إيجابي على صعيد الكثير من القضايا الإقليمية وطبعا على رأسها القضية الفلسطينية. إذا تحدثنا في البداية على أثر يعني هذه الزيارة على صعيد الثنائي، فهنا في المقام الأول يأتي الشق الاقتصادي. نحن نتحدث عن علاقات اقتصادية لم تتأثر حتى في ظل تباعد الرؤى السياسية خلال السنوات الماضية، بل كانت في تنامي ملحوظ. وصل التبادل التجاري ل7 مليارات دولار، حجم الاستثمارات التركية في الداخل المصري 2.5 مليار دولار، وأيضا الآن هناك خطة عمل لتعزيز التعاون التجاري ليصل إلى 20 مليار دولار. وأعتقد أن المشاورات والحديث الآن عن أيضا استخدام العملات المحلية سوف يعني يعزز من هذه الخطة للوصول بهذا التبادل التجاري إلى الرقم المنشود. نعم، شهدت العلاقات بين مصر وتركيا خلال الفترة الأخيرة العديد من المحطات المهمة والعديد من المباحثات الاستكشافية، والتي تعكس عزم القيادة السياسية في القاهرة وأنقرة على العمل نحو تعزيزها. كيف ترى جهود وثمار الثلاثة أعوام الماضية؟
بالتأكيد منذ أن بدأت المباحثات الاستكشافية في الحقيقة كان هناك جهود على كافة دوائر صنع القرار سواء في الداخل المصري أو في الداخل التركي لبدء يعني صفحة جديدة كما قلنا يمكن من خلالها تعزيز التعاون على الصعيد السياسي والاقتصادي وحتى الثقافي والشعبي وكافة الأصعدة. وبالتأكيد يعني يمكن حتى السيد الرئيس من خلال لقاءاته على هامش مثلا قمة مجموعة العشرين أو طبعا مع افتتاح كأس العالم في قطر أو حتى على هامش أيضا القمة العربية الإسلامية كانت هناك مباحثات على مستوى القادة، ثلاثة لقاءات جمعت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس التركي على هامش هذه الفعاليات ساهمت بشكل كبير جدا في بناء مستقبل هذه العلاقات. أيضا وزراء الخارجية تبادلوا الزيارات وأيضا وقوف مصر بجانب تركيا ودعم مصر خلال يعني كارثة الزلزال في الفترة الماضية أيضا عبرت عن يعني الشعور طيب من الدولة المصرية تجاه أيضا الدولة التركية، وهذا أيضا كان له يعني مردود إيجابي في بناء العلاقات وإعادة الثقة ما بين الدولتين. وبالتالي الثلاث السنوات الماضية بالتأكيد شهدت زخم كبير جدا في ما يتعلق بمسارات العمل الدبلوماسي والسياسي لإيجاد الآن محطة هي الأهم، محطة المشاورات على يعني على مستوى القادة في قمة قادة في القاهرة. وبالتالي هذه القمة في الحقيقة هي فرصة مهمة للغاية ومحطة مهمة للغاية لبناء مستقبل أفضل للعلاقات المصرية التركية التي لديها تاريخ في الحقيقة زاخر بالعلاقات القوية للغاية سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو على مختلف الأصعدة. وبالتالي يعول على هذه القمة في الحقيقة فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية أو فيما يتعلق بالشق الإقليمي، وحتى فيما يتعلق بالشق الإقليمي ظهر التنسيق وظهر التشاور يعني جليا مع تصاعد الحرب في قطاع غزة. رأينا اتصالات مكثفة ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وما بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع بداية هذه الحرب، واستمرت هذه الاتصالات سواء على صعيد القادة أو على صعيد وزراء الخارجية. وأيضا القمة اليوم أعتقد أن غزة سوف يكون لها نصيب الأسد في مشاورات القادة، لأن طبعا هذه القضية هي القضية الأبرز والقضية المركزية في المنطقة، ونحن الآن نتحدث عن مصر وتركيا الدول الكبرى في المنطقة وأيضا في المجتمع الإسلامي، ولديهم القدرة الآن من خلال التنسيق المشترك لإحداث إفادة كبيرة جدا للقضية الفلسطينية. نعم، تحدثت عن الشق الإقليمي وعن هذه المباحثات التي تجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قراءة في مستقبل العلاقات بين مصر وتركيا خلال الفترة المقبلة في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة بدءا من حرب غزة والوصول إلى وقف إطلاق النار والعودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات، ويعني بالتأكيد أكيد هناك نوع من أنواع التوافق في الرؤى بين مصر وتركيا على رفض التهجير القسري للفلسطينيين، وأيضا الملف الليبي المشتعل والوصول إلى الانتقال السياسي للعملية السياسية في ليبيا، ومرورا أيضا بما يحدث في الصومال وانتهاك إثيوبيا لأرض الصومال لاند للحصول على منفذ لها على ميناء بربرة، ناهيك عن ما يحدث بالطبع في السودان واليمن وخلافه في المنطقة. كيف تقرأ هذا المستقبل يعني بين مصر وتركيا باعتبارهما يعني لهم ثقل في المنطقة العربية؟ بالتأكيد، ومن هنا تأتي دلالة التوقيت وأهمية التوقيت الخاص بإنعقاد هذه القمة. فإنعقاد هذه القمة في هذا التوقيت الذي يشهد الكثير والكثير من التوترات الإقليمية وعودة الدفء ما بين القاهرة وأنقرة في ظل كل هذه المتغيرات الدولية والإقليمية في الحقيقة هو يعني بشير خير في الحقيقة وينذر بخير كثير جدا، لأن التنسيق ما بين القاهرة وأنقرة من وجهة نظري في ظل هذه التوترات ينعكس إيجابيا على إيجاد عمل ثنائي داعم لمسارات الحلول السياسية في هذه الأزمات، خاصة كما حضرتك أوضحتي طبعا القضية الفلسطينية في المقام الأول، اتفاق الرؤى وتوافق الرؤى ما بين القاهرة وأنقرة سواء فيما يتعلق بدعم المسارات الخاصة بالحلول السياسية، رفض التهجير القسري، دعم العمل السياسي أيضا المصري الجبار الذي يعمل على المسار السياسي والإنساني، ودعم تركيا لهذا المسار أمر مهم للغاية. مصر تحتاج لدعم كافة الشركاء الإقليميين والدوليين فيما
تتعلق بعملها المستمر سواء على صعيد الحلول السياسية وإيجاد هدنة ووقف إطلاق النار وإحياء مسار السلام، أو على صعيد المساعدات الإنسانية وحشد الجهود الدولية الداعمة للدور المصري في هذا الإطار. وبالتالي التنسيق المصري التركي أعتقد أنه مفيد للغاية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والقضية الفلسطينية أحد الفائزين من عودة الدفء للعلاقات المصرية التركية، لأن حينما تعمل القاهرة وأنقرة بتنسيق وبعمل مشترك بالتأكيد هذا يخدم القضية الفلسطينية. أيضا على صعيد طبعا القضايا الأخرى وعلى رأسها القضية الليبية، بالتأكيد هناك الآن يعني حاجة ماسة لإيجاد أيضا توافق في الرؤى حيال هذه القضية ودعم المسارات السياسية، خاصة أن كافة المسارات الأخرى في الداخل الليبي أثبتت فشلها. لا يوجد الآن في الداخل الليبي أي حل سوى دعم المسار السياسي لبناء سياسي قوي في الداخل الليبي يساعد الدولة الليبية على النهوض مجددا والاستقرار وإعادة بنيتها الاقتصادية والتنموية. وبالتالي أيضا الاتفاق في هذا الأمر فيما يتعلق بالقضية الليبية أعتقد أنه مفيد للغاية، وأيضا يعني سوف يكون أو التنسيق المصري التركي له مردود إيجابي بهذا أو في هذا الشأن. أيضا طبعا السودان الشقيق دولة عربية ودولة إسلامية وتحتاج إلى أيضا دعم مصري تركي وتنسيق للمواقف حتى يعود الهدوء للداخل السوداني. وبالتالي أنا أعتقد أن القضايا الإقليمية بشكل عام رابحة من إيجاد الآن هذا التنسيق المشترك ما بين القاهرة وأنقرة. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي جمال رائف. تعد مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا، أما تركيا فتحتل المركز الأول في قائمة أكبر الدول المستوردة من مصر خلال عام 2022، أي أنها أصبحت وجهة رئيسية للصادرات المصرية غير النفطية، فيما جاءت في المركز الثامن كأكبر الدول المصدرة لمصر. العلاقات الاقتصادية المصرية التركية لم تنقطع يوما ولم تغيم عليها أي سحابات صيف، فمنذ العقد الماضي والعلاقات الاقتصادية بين الدولتين الشقيقتين في تزايد رغبة منهما في الاستفادة اقتصاديا من إمكانات بعضهما البعض. فمصر هي أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا، أما تركيا فتحتل المركز الأول في قائمة أكبر الدول المستوردة من مصر خلال عام 2022، أي أنها أصبحت وجهة رئيسية للصادرات المصرية غير النفطية، فيما جاءت في المركز الثامن كأكبر الدول المصدرة لمصر. وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وتركيا لتصل إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 6.7
مليار دولار خلال عام 2021، حيث بلغت الصادرات المصرية إلى تركيا خلال العام الماضي نحو 3.78 مليار دولار، فيما سجلت الواردات المصرية حوالي 3.18 مليار دولار. ويسعى البلدان للنهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليارات دولار حالياً إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات. ورسوخاً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، ساهمت اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها القاهرة وأنقرة عام 2005 ليس فقط في زيادة الحجم الإجمالي للتجارة فحسب، بل أدت إلى حدوث تغيرات في هيكل التبادلات التجارية بين البلدين، حيث زاد المكون الصناعي في التبادلات التجارية بين الدولتين مقابل المواد الخام، فأصبحت التجارة السلعية بين الدولتين تتركز في الحديد والصلب والوقود والزيوت المعدنية، إضافة إلى المنتجات الكيميائية غير العضوية واللدائن ومصنوعاتها، علاوة على السيارات والدراجات والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية والزجاج والملابس، فيما توجد رغبة للشركات التركية في زيادة استثماراتها في مصر وعقد مزيد من الاتفاقات التجارية مع نظيرتها المصرية في العديد من المجالات الاقتصادية والخدمية الواعدة للبلدين على مستوى نمو الصادرات وخلق فرص عمل، ومنها مشروعات جديدة في قطاع الملابس والمنسوجات والكيماويات وتصنيع الأجهزة المنزلية وقطاع السياحة. ورغبة من القاهرة في استثمار التوجه التركي لزيادة استثماراته في مصر، عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في منتصف فبراير من العام الماضي اجتماعا مع وفد من ممثلي شركات تركية، هو الأول من نوعه منذ 10 سنوات، أبدى فيه الجانب التركي رغبته في بدء استثمارات جديدة في السوق المصرية، لينتج عن الاجتماع إعلان من وفد رجال الأعمال التركي عن ضخ استثمارات جديدة تبلغ نحو 0.5 مليار دولار. وفي مجال التبادل السياحي، أعلنت مصر نهاية مارس الماضي عن إطلاق مجموعة من التيسيرات والتسهيلات الجديدة الهادفة للحصول على التأشيرة السياحية للجنسيات المختلفة ومن بينها المواطنون الأتراك، في إطار سعيها لزيادة معدلات الزيارة السياحية والوصول إلى 30 مليون زائر سنوياً، لينعكس ذلك على أرض الواقع بارتفاع عدد السياح الأتراك إلى 5 أمثال ما كانت عليه في العام السابق، وسط توقعات أن يصل عدد السياح المصريين في تركيا إلى 1 مليون سائح في غضون 5 سنوات. علاقات اقتصادية قوية لم تعصف بها أي رياح، لتصبح وعن حق مرآة للواقع بأن الشعبين المصري والتركي تربطهما روابط متينة تضرب بجذورها في عمق التاريخ. وينضم إلينا هاتفيا الدكتور مصطفى بدرا الخبير الاقتصادي. بداية وبعد التحية، منذ العقد الماضي والعلاقات الاقتصادية بين الدولتين الشقيقتين في تزايد وتعكس بالفعل رغبة من الطرفين في الاستفادة اقتصاديا من إمكانيات بعضهما البعض، برأيك ما هي أبرز المجالات الواعدة التي تنتظر التعاون أو زيادة التعاون بين البلدين، بخلاف بالطبع المجال الأبرز وهو مجال الطاقة في الشرق المتوسط؟ مساء الخير لحضرتك طبعا ولكل المشاهدين. هي طبعا زيارة تاريخية بيقوم بها الرئيس التركي إلى مصر، طبعا في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية اللي العالم كله بيشهد ليها، يعني معدلات النمو في العالم للأسف متراجعة، وطبعا في حالة من التضخم الكبير، فبيكون النهاردة يعني النقاش حوالين العديد من القضايا اللي هي ذات اهتمام كبير جدا ما بين الدولتين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية. منها كثير من المجالات، نعلم جيدا أن مصر وتركيا لهم العديد من القدرات الاقتصادية، اللي احنا بنشوف أن حجم التبادل تقريبا التجاري ما بين الدولتين قرب 8 مليار دولار خلال العام الماضي، وطبعا في بنتساوى في الميزان التجاري قرب الدولتين ما بينهم ما بين بعض في الصادرات والواردات. العديد من الأنشطة دائما ما بتناقش ما بين يعني الغرف التجارية ما بين الوزارات والأجهزة المعنية. مصر لها أهمية كبيرة جدا في عملية التصدير لتركيا خلال الصناعات الكيماوية والأسمدة والمواد البناء والغزل والنسيج والإلكترونيات وما شابه لذلك، وتركيا لها باع كبير جدا في كيفية زيادة الاستثمارات في الدولة المصرية، ولها من المصالح المشتركة والاستراتيجية خلال العقود الماضية. النهاردة في خلال الزيارة اللي بيقوم بها السيد الرئيس التركي لمصر،
هيتم بناء العديد من الاتفاقيات حوالين زيادة القدرات التجارية والاستثمارية خلال المرحلة القادمة إن شاء الله. أعتقد منها زيادة التوسع في المنطقة اللوجستية في قناة السويس، زيادة الاستثمارات في الغزل والنسيج، زيادة الانفتاح الكبير جدا على السوق الأوروبي من خلال تركيا، وأيضا زيادة الاستثمارات التركية للتوسع في القارة الإفريقية عن طريق مصر. هذا هو التصور تقريبا اللي هيكون في الملف الاقتصادي اللي بيتم مناقشته ما بين السيد الرئيس والرئيس التركي. نعم، الحديث أيضا دكتور مصطفى عن العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين لزيادة التجارة البينية بين مصر وتركيا بالعملتين المحليتين. هو طبعا بكل تأكيد من أهم الجوانب والاعتبارات اللي هيتم الاتفاق عليها النهاردة إن شاء الله، وده من الأمور اللي هي يعني حديث الساعة، كيفية التعامل ما بين الدول وما بين بعضها بالعملات المحلية. يعني هيكون في تعامل أو اتفاقية إن شاء الله النهاردة ما بين الدولة التركية والدولة المصرية في استخدام الليرة والجنيه المصري، خاصة إن في تنامي في حجم التبادل التجاري ما بين الدولتين، وهذا هو التصور العالمي النهاردة في كيفية استخدام العملات المحلية مقابل بعضها البعض، خاصة إن في انفتاح كبير جدا على العديد من الأسواق العالمية اللي بترغب إن يكون في استثمارات ما بين بعضها البعض بالعملات المحلية، مثال الصين، مثال روسيا، مثال طبعا بعض من الأشقاء في الدول العربية. أعتقد من أهم الملفات كمان اللي هي بتقوم على العلاقات السياسية اللي ممكن تفتح زيادة من الأسواق زي ليبيا والسودان وأثيوبيا والحل الخاص بدولة فلسطينية. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي.